السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم في حلقة اليوم عن أهم المفاهيم الطبية الخاطئة حول أمراض القلب. طبعا هناك مفاهيم للأسف طبية أو مفاهيم شعبية كتير خاطئة حول ما هي أمراض القلب وطريقة التشخيص، وسائل العلاج، حول الأدوية، حول طرق الوقاية. أهم شيء المريض يحاول قدر الإمكان يكون قريب من وسط طبي، المريض ما يعطي لنفسه وصفات طبية أو من جاره أو من أخوه أو من أي شيء. لا توجد حالة قلبية تشبه الحالة الأخرى، كل مريض يعتبر حالة قلبية منفردة. دواء الضغط للجار لا يجوز أن يأخذه المريض، أو دواء الأخ أو ما هنالك. ليس كل مرض، أهم شيء بالتعريف الأمراض القلبية، أمراض قلبية كلها، لما نقول مريض قلب ليس كل مرض قلب يشبه المرض القلب الآخر. فهناك تكون هناك أمراض قلبية خفيفة جدا ويجب أن لا يقال عنها أمراض، مثل تدلي الصمام التاجي أو الارتفاع الخفيف أو في الضغط الشرياني. المريض لا يعتبر مريض قلب، بينما هناك أمراض فعلا تعتبر أمراض قلب، كالإصابة بشرايين العضلة القلبية أو الدسامات أو قصور القلب. الأمر الثاني هو الأعراض. ليس كل ألم كما تكلمنا في حلقات أخرى، ليس كل ألم على صدر هو ألم قلبي. الألم القلبي ليس ألم ناخذ ولا يشار له بالإصبع ولا يأتي على الراحة عادة. الألم القلبي كما تكلمنا بمختصر هو ألم ضاغط عاصر ينتشر على مساحة كبيرة من الصدر، ينتشر إلى مناطق أخرى ويزداد بالجهد. هاي نقطة مهمة جدا، لأنه قد يأتيني مريض يقول دكتور أنا عندي ألم صدري، بس أمشي أو أطلع درج برتاح، أو بس أطلع. هذا على الأغلب ليس مرض قلبي أو ليس عرض ناتج عن مرض قلبي. هناك مفاهيم خاطئة أخرى من ناحية وسائل التشخيص. فالمريض للأسف قد يقيس ضغطه هو لنفسه، أو يقيس ضغطه جاره أو صديقه، ويعتمد على هذا القياس ويكفي. في ياخذ قد ياخذ علاج لوحده او يذهب للطبيب خائفا، ويقول الذي ياخذ الضغط او الذي مؤهل انه يقول لك انه عندك ارتفاع توتر شرياني او انت مصاب بامراض قلب هو طبيب القلب. هذا شغله مهمه جدا جدا. طبعا هناك مفاهيم خاطئه في طريقه قياس الضغط. الطبيب يجب ان يشرح للمريض او الممرضه او اي حدا ملم في قياس الضغط، يشرح للمريض طريقه قياس الضغط. كثير بيجينا مرضى خايفين، طالع الضغط كثير عالي عندهم، لما نقص لهم ضغطهم بيطلع ضغطهم كويس، ما في داعي للتوتر، لانه كان طريقه القياس او طريقه استعمال القياس الميزان الضغط كان خاطئا. هناك مفاهيم خاطئه في طريقه في تشخيص الامراض، مثل مفاهيم العالم عن القسطره. يعني مثلا احد الشغلات اللي تكلمنا عنها سابقا، القسطره وسيله تشخيصيه وليست علاجيه كمرحله اولى، طبعا تحول الى علاجيه اذا اردنا في مرحله ثانيه، وهي اجراء سهل ليس عمليه، لا يحتاج الى تخدير عام، المريض لا يحتاج الى النوم في المشفى، ولا يطلق عليها عمليه بمعنى كلمه العمليه. طبعا هناك مفاهيم خاطئه اخرى من ناحيه العادات الغذائيه، من ناحيه الرياضه، من ناحيه الشده النفسيه، من ناحيه حتى التدخين. في كثير مرضى للاسف بيجونا ويظنون انه التدخين ليس له علاقه بعوامل الخطوره الاخرى، او يظن انه اذا مصاب بالسكري ليس له علاقه بالقلب، او يظن انه السمنه وزياده الوزن كمان ليس لها علاقه بالقلب. طبعا هي مفاهيم يجب ان تصلح، وخاصه في مرحله الوقايه، لانه المريض اللي بيعمل وقايه اللي عنده مفهوم صح لامراض القلب وللوقايه منها بالتاكيد سيؤخر او يمنع الاصابه بامراض القلب، خاصه عند المرضى اللي عنده عوامل الخطوره. يعني المريض الذي يمارس الرياضه في وقت مبكر في عمر مبكر، المريض الذي يضبط سكره كويس، المريض الذي لا يحافظ على وزن جيد وعلى حياه فيها نوع من الاسترخاء ويعمل مراقبه دوريه للكوليسترول وشحوم الدم، بالتاكيد هذا مريض باذن الله عرضته للاصابه بامراض القلب وشرايين القلب والاوعيه المحيطيه اقل بكثير من المريض اللي عنده مفاهيم خاطئه وعنده اهمال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.